ولذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل لما يتكلم عن القلوب بيبقى له ساعات تكات كده جميلة، يقول ان قوة القلب توجب زيادة قوة الاعضاء، وان ضعف القلب يوجب زيادة ضعف الاعضاء. وده كلام حقيقي، يعني قلبك عندك فرحان مسرور الكلام ده تلاقي جسمك خفيف، حتى لو كنت بك عاها ايدك مقطعة رجلك مقطعة الكلام ده تحس ان روحك خفيف كأنك هتطير. وفي يعني بعض اخواننا هنا في 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 هنا في كفر الشيخ، يعني في اول دعوة زي لما جيت سنة 86 87 كان عنده مرض، يعني او دكتور هنا قال له انت مريض بالقلب، العيادة بتاع الدكتور ده في الدور الاول، فلما قال له لا انت قلبك فيه الشريان اللي مش عارف التاجي فيه ايه، ولا مش عارف عندك ايه، ولا بوادر الذبحة، المهم قال له كلمة عويصة كده، بقول لك العيادة في الدور الارضي، داخل على رجليه طلع مسندينه، وقالت يا ابني عربية عشان خاطر نوصله. ده بقول لك ايه الكلام ده، يعني ايه رؤية العين. طبعا خلاص عنده بوادر ذبحه وعنده مش عارف ايه، راح في البيت نام وهو عليه بقى ومش عارف ايه، وهات يد عصير وهات بتاعه والكلام، عيان بقى وبالقلب يعني حاجه تخض يعني. المهم ايه، قال لك لا نروح لاستاذ في طنط، خدوه طبعا مسندينه يتساوكوا هزالا وبتاعه، حطه في البتاع وقفل البتاع ويشيل رجله حطها في العربيه، كمان رجله مش عارف يشيلها كمان. المهم الدكتور ده كان في الدور الرابع، طبعا اللي شال الحمل كله اصحابنا اللي معاه، شالوا يسندوا من هنا ويسندوا من هنا، واحد من وراه عشان ما يقعش على ظهره على السلم بتاع. دخل الدكتور بقى خد دوره، فقال له كشف عليه، قال له مين اللي قال لك ان عندك القلب؟ قال له فلان، قال له انت قلبك اجمد منه، هو يقول لي والله نزلت على السلم جاري. لو طالعين دور الرابع شايلينه ده نزل على السلم، هو كده ده مريض بالقلب عنده ذبحة عنده بتاع الكلام ده، حس انه هيموت. وكان في ذلك الزمان الامراض يعني مرض القلب كان خطير جدا، دلوقتي مرض القلب بقى كده بقى عندي زي ازازة اللب جنب الامراض المتوطنة والهجوم الشرس اللي حصل على ابدان المصريين عندنا من الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات والبتاع والكلام، بقت امراض القلب حاجة ايه، حاجة كده يعني من ضمن الامراض، ما عادتش هي القمة يعني. فده لما حصل له اكتئاب والكلام ده قلبه خلاص لا رجليه عارفة تشيله ولا عارف يحرك ايديه ومالوش نفس ياكل الكلام ده، ما هو ده نقص في قوة القلب، تجاوز هذا النقص الى الاعضاء نفسها وما عادتش بتأدي مهمتها. لما تكون انت سعيد وفرحان حتى لو كنت مريضا، سعيد وفرحان بتحس ان جسمك خفيف، فهو القلب ده هذه المضغة التي فيها مستودع الاسرار كلها، فيها الاخلاص، هذا القلب ده هو الذي ينبغي ان يهتم المرء به وينظر في سير السلف الصالحين.